35/5/2012 مثل ما شايفين. ما كنا شايفين هذا القصف العنيف على احياء حمص القديمه. هاي هون باتجاه حمديه. الا تنتهي من القصف. بدي اعرف المراقبين يعني ما بيقدروا يجوا على حل على حمص القديمه، ما بيستمتعوا، بعرف انهم عسكريين. هذا بطلنا نعرف من وين صار من انه وين الاحياء عم تنقصف. من خالدي لما جورت الشياح لما الحميدي لما باب سبع. هلا مثل ما شايفين انا الدخنه هون، دخنه بكل مكان. هلا عم تنقصف كافه احياء حمص. بس التركيز الاكثر هون مثل ما شايفين، اكثر شيء مركزين على حمص القديم. يعني ما بعرف. ليش ما بيجوا يشوفوا؟ ليش ما بيجوا يشوفوا بعينهم؟ وكمان الدول الغربيه سحبت سفراء، هلا الدم السوري كله بس سحب سفراء او طرد سفراء. انا هلا انه يعني هلا مفكرين انه الدول انه الشغل تقتضي بس على سحب السفراء، نحن بدنا شيء اكثر من طرد السفراء، يعني شو عمل شو سووا لنا هلا نحن بطردهم للسفراء. يعني هذا شيء طبيعي. جنن النظام بزياده هلا هن. شيء طبيعي انه النظام يستمر بالقصف، لانه مجرد طرد سفراء، ما في شيء، ما في شيء يخوفه، وما بيهمه طرد السفراء، ولا بيهمه انه ينعزل عن العالم، بيهمه انه يستمر بحكم، يستمر بارتكاب المجازر، وراح يستمر بالقصف على الناس. هيك الواضح، لانه ما حدا عم يتحرك، حتى العرب العرب ولا واحد من العرب طرد سفير سوري على الاقل. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مثل ما شايفين يعني ما منجيب شيء من عنا، ما في لا فبركة إعلامية ولا في شيء، تطلع قنوات الدنيا، قناة المغرضة وقنوات السورية تقول ليكم شغلين دواليب، هاي ما دواليب، هاي حمص عملية القصف هاي. خلي قناة الدنيا هلا تيجي تصور، هلا خلي قناة الدنيا تيجي تصور وتشوف.